عندك دوك الحوايج اللي حدا داك الباب اللي ديال دارو حيديهم غنجيب الكراي، ما يمكنش ندخل الناس الناس نلقاو الحوايج تما. وهذا الراجل هذا قال لي حاولي تحيدي هاد الحوايج منا، وفين غادي نمشي؟ فين دابا؟ راه دابا كيصوني عليا في التليفون كيقول لي الحوايج راه مازال كيصونيو عليا الناس، ها هما في الكاسون يا هذاك ليلي راه كيصوني عليه دابا كيقول له الحوايج باقي تما. ما عنديش اختي فين غادي نمشي؟ ديروا معايا شي حل. دابا راه الليل كيطيحوني بيتها في الزنقه، وما عمرها طرات ليا في حياتي انايا، يعني راني ما عمرني انا وقعت في هذا المشكل هذا. كنخلصوا المشكله فلوسي راهم عنده، وعيطوا له دابا الا كيتسالني شي حاجه نخلصها له بالدوبل، باش يحقرني هكا ويقول لي الا ما مشيتيش نخويك الداخله ونكري عليك اللي قتلك. مالي انا ارهابيه؟ اش دايره انا كاع؟ اشنو دايره لهاد السيد؟ ما دايره حتى حاجه. الله يرحمكم والدينا اختي، لما نتوما تشوفوا من حالي راه غير الناس اللي عطاوني ما ناكل، شوفوا راهم الناس اللي جايبين لي ما ناكل، شوفوا انتما كلشي كتشوفوا. الثلاجه فقنت، التلفازه فقنت، البوطه فقنت، انا في الزنقه دابا حاليا غطايا السما وفراشي السما، انا في الزنقه دابا، انا في الزنقه. حضرني ما عندي حد كيعاون، كيقول لي اللي ما عندك عائله وفين جينا انا العائله؟ كلشي بعيد، ما عندي حتى واحد، عندي انا غير وليداتي هما معايا والجيران والناس الله يخلف عليهم. السيد كيخليني حتى كنمشي انا نقضي غراضي نقلب على الخدمه ولا على هادي، كيقول لا للمراه، كيمشي عند المراه كيقول لا اعطيني كراتي ولا غنجيب لك عائلتي غيخرجوك بزز عليك. مشيت عاودنا المشكله من الاول. عاد المشكل ديال سيدي من نهار اللي حبس هذا البحر وانا كنعاني، من نهار اللي حبسوا عليا البحر وانا كنعاني كنعاني كنعاني. هاد السيد جا قصد الكرا، جاي عند الكرا ديالو، خرجت لعندو، ماشي تهربت منه ولا شي حاجه، خرجت لعندو قلت له اودي راه ديما انا كندق عليك، قال لي ايه، قلت له ديما كنخلصك الشهور ديالك، قال لي ايه، قلت له هاد المره انا محبسيننا من الخدمه، انا كنخدم البحر ما كنخدمش الفلاحه ولا شي خدمه اخرى، انا تنخدم البحر محبسيني. قال لك اسيدي انا ماشي سوقي في الدوله، قلت له وانا ماشي سوقك في الدوله وسير عند الدوله تخرجني، قال لي انا غنخرجك، انا اللي غنخرجك وعائلتي، غنجيب عائلتي، راني عاد خايف، هي مازال كنستنى هذيك العائله غادي تجي. انا درت الشكايه موجده موجده، غدا غندفعها ان شاء الله للوكيل. هاد السيد ما بغاش يحشم، وهاد الناس دابا اللي داروا لهاد السيد هكا هاد الحاله، راني كنبكي معاه اكثر من حالتي. قلت لك اختي انا نهار الجمعه صوناو عليا، قالوا لك بغينا نكريو ديك الدار اللي انت فيها ب 50، هبطي للتحتانيه ب 32، هبطت اليوم في الصباح قالوا لك لا خصك تخرجي. قلت له راه ما عنديش فين نمشي، قال لي سيري قلبي شويه ساعتين ونرجع لعندك. منين مشيت كنقلب ما لقيت، ساعتين منين رجع لعندي سد الباب بالساروت وخلانا في الزنقه، ما خرجش الحوايج. مع الخمسه د العشيه جاب اختو وخمسه ديال الدراري معاها وجاو كيخرجوا في الحوايج. ومنين قلت له اخويا عطيني غير الفلوس اللي راني خلصت لك البارح، قال لي ما كتسالي ما كنتسالك، والمخزن في جيبي سيري ديري اللي بغيتي، وإلا ما سكتيش حتى الداخله غنخوت منها. عيطت ما نبكي ونطلب، ضرباتني اختو حتى جلست لداخل، حبسوني لداخل بداو كيخرجوا، حتى كملوا رموني برا وسدوا الباب. وانتم كتشوفوا هادشي اللي عندي انا منهم، والكونترا فيها عامين. من قلت ليها شوف واش هاد الدار الفوق اللي فيها اللي كاتبه معاك، طلعني الفوق ونعطيك 44، قطعها ورماها ليا على وجهي. راه هي دابا تحلوا الباب راه مشيت في الداخل، وتكاتبنا في المقاطعه اللي في المدينه، والسمسار اللي كرا ليا فيه كرا ليا موثقه، راه هو السمسار في الدور راه جايبو معاه وشاهد على كلشي. قال لك هادشي كله بغا يكري الدار، طلع الكرا بغا يكري ب 50، وانا عندي الدراري الصغار اللي جا كيكري كيقول له عندها الدراري ما كيروش. قال لك ماشي من سبتك يبقاو الدياري خاويين، هادشي اللي كاين. ومشاو عندي حتى اللوزين فين خدامه وكيهددوني اليوم ما مشيتش نخدم خبز، قلت لها نمشيو يعرضوا لي في الطريق، قال لي والله تنحسك لك رجلك الا مشيت. وانت كتشوف اختي هادشي، انا في الزنقه جالسه ما عندي لا فلوس في جيبي لا عائله، انا فين نبات؟ ولادي صغار هما في الزنقه، ما عمرني ما وصلت انا لهاد الشيء هادي حتى انا كنشوف. هادشي اللي عندي اختي نقولو على قولتو، انا كنطلب من الله ومن المحسنين يعاونوني اختي، يردني لداري نكمل المده الكونترا، ولا يرد لي فلوسي نمشي نكري بيهم. هادشي اللي كنطلب انا من الناس، ولا ياخذوا لي حقي انا. شنو درت لهاد السيد؟
كدفعوني انا شنو درت اختي لهذا السيد؟ علاش علاش نتحقر بحال هكا في بلادي؟ ياك انا هذا المغرب ديال القانون، علاش نتحقر في بلادي؟ ما داروش معايا شي حل. انا كنحلف بالله وكنقول دابا امامكم هاد الحوايج هادو اللي كتشوفوا غدا ما تلقاني لا انا لا هما. نسيت رود ليسانس ونتهنى حيت تحقرت ما لقيتش اختي فين نمشي. تحقرت راه ولادي ما عندوش اللي يمشيو الحوايج فاسكين. ثلاثه جروها لي بحال جرى يمشي بلاكار ديال الميكا. التلفازه تهرست اش بقى عندي؟ فين غادي نمشي؟ انا ربعه الدراري شكون اللي غيدخل كتباتي اليوم غدا ولا غدا تباتي ولا غدا غيقول لك سيري بحالك. حوايجي ضاعوا، بوطاتي تدلعوا، كلشي تتهرس. وانت ديري فيديو تشوفي الحوايج فين مشيتي. انا كنطالب اختي دير معايا شي حل يرجعني للدار ندخل نسكن نكمل المده ديال الكونطرا ولا يرجع لي فلوسي باش نمشي نكري. ما يخلينيش هكا عريانه من الليل السما والشتا كطيح. هادشي اختي اللي كنطلب منكم، الله يرحمكم الوالدين، ديروا لي شي حل عاد سيرو، راه ما عنديش اللي غيوقف معايا. الله يرحمكم الوالدين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.